قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان مفاعيل سر العمات، حيث بين الحوار أمورا كثيرة تتعلق بعملية التعميد. كما كانت هناك مداخلة عبر اتصال هاتفي مع الأب فرح حجزين، لفت فيها إلى أننا بالعماد نحيا حياة الأمل والإيمان. فإلى هناك. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار إليك. الله يخليك يا رب. كيفك اليوم؟ كيف صحتك؟ الله يسعدكم، دائما مستعدين وجاهزين. تعطونا أهلا وسهلا. أمين يا أبونا، صباحك نور، كل عام بخير. أهلا وسهلا. كل عام بخير يا أبونا. أبونا، مفاعيل المعمودية حلقتنا لهذا الصباح، فتخبرنا عن هذه المفاعيل ومفهوم المعمودية في كنائسنا ودياناتنا كمان، وديانتنا المسيحية. أكيد. قبل ما أبدأ في المعمودية، هناك فكرة خطرت على بالي، وهي أنه الإنسان الأول كانت تجربته أنه بده يصير إله، يوصل من الشجر ويصير إله، فكانت هي الخطية الأولى. فلما إجا السيد المسيح بنشوفه قد لبى رغبة الإنسان الأول عندما بالمعمودية جعلنا نصير أبناء الله. حلو. وكأن هاي الرغبة كانت موجودة عند الإنسان من البداية، إجى يسوع المسيح حققها عندما هو صار الإله ابن الإنسان حتى الإنسان يصبح ابن الله. وهذا بعطينا فكرة عن أهمية المعمودية. حلو. في حديث اليوم عن المعمودية عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى، موت العماد هو موت وقيامة على مثال السيد المسيح. نعم. ثانيا، العماد هو امتياز ومسؤولية. ثالثا، كيف نعيش عمادنا؟ أولا، العماد هو موت وقيامة على مثال السيد المسيح. المياه التي تسكب على طالب العماد أو يغطس فيها ترمز إلى الموت. فمياه الطوفان في أيام نوح قد أتلفت كل شيء. نقرأ في سفر التكوين، وكان الطوفان 40 يوما على الأرض، فكثرت المياه جدا جدا وتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت السماء كلها، فهلك كل ذي جسد يدب على الأرض والناس كافة. السيد المسيح جعل من مياه المعمودية فاعلية الموت، بحيث أن من يدخل جر العماد يموت مع المسيح عن الإنسان القديم، كما يقول لنا القديس بولس: أو تجهلون أننا وقد اعتمدنا في يسوع المسيح إنما اعتمدنا في موته فدفننا معه. في المعمودية يموت إنسان الخطيئة والأنانية والأعمال الشريرة. والمياه ترمز أيضا إلى الحياة والنقاوة. ألم تنقذ مياه الطوفان نوح وأهله وهم في الفلك الذي حملته مياه الطوفان؟ وهكذا، كما أعطى يسوع المياه فعالية الموت، فقد أعطاها أيضا فعالية القيامة والحياة الجديدة، كما يقول القديس بولس: إننا وقد اعتمدنا جميعا في يسوع المسيح إنما اعتمدنا في موته لنحيا نحن أيضا حياة جديدة كما أقيم المسيح من بين الأموات. فعندما يخرج طالب المعمودية من جرن المعمودية يخلق من جديد. بالمعمودية مات الإنسان القديم وقام الإنسان الجديد، ولهذا تدعى المعمودية ولادة ثانية.